إذا للوقوف أن تداعيات الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل المختص بشأن التركي غزوان المصري ومن حارم في شمال سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري أحمد يازجي. أبدأ معكم أستاذ أحمد وأرحب بكم. أين وصلت عمليات الإنقاذ والبحث؟ هل من حصيلة جديدة لديكم؟ هل لا يزال هناك وقت لإعلان الحصيلة النهائية؟ وصل حصيلا تواصل فرق الدفاع المدني العمل على البحث عن مقبولين داخل تحت الأنقاض إلى حد هذه اللحظة، على أمل أن يكون أن تحصل معجزة ويكون هناك أشخاص على قيد الحياة. إلى الآن المحصلة التي نملكها وعملت فرق الدفاع المدني على انتشارها وصلت إلى 2136 قتيل بالإضافة إلى 2950 جريح، وما زال هناك عالقين تحت الأنقاض. تعمل فرق الدفاع المدني في بعض المدن المحددة مثل مدينة حارم، مدينة سلقين، بالإضافة إلى مدينة جنديرس. هذه المناطق إلى الآن تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال العالقين تحت الأنقاض. هل تتوقعون زيادة في عدد القتلى أستاذ أحمد؟ نأسف أن نقول أنه خلال 48 ساعة الماضية وإلى هذه اللحظة الأرقام كانت بالزيادة، ولكن لفاقدي الحياة لم يكن أي عملية انتشال لأشخاص على قيد الحياة خلال 48 ساعة. نحن ناشدنا منذ الدقائق الأولى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن بالإسراع في عملية التدخل لمساعدة هؤلاء العالقين تحت الأنقاض، ولكن بعد مرور 72 ساعة كما نسميها كفرق بحث وإنقاذ، أن نسميها 72 ساعة الذهبية التي يكون فيها الإنسان على قيد الحياة، ولكن كلما تقدمت الساعات كلما تضاءلت فرص وجود أشخاص على قيد الحياة. نأسف أننا يوم أمس أعلننا عن توقف عمليات البحث والإنقاذ وانتقلنا إلى عمليات البحث والانتشال. طيب أستاذ أحمد سعود إليكم، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ غزوان المصري. أستاذ غزوان مرحبا بكم. يعني كيف بدأت تركيا بعد أيام من كارثة الزلزال المدمر تجاوزت قدرته 500 قنبلة نووية؟ في هذا الإطار يعني كيف أسهمت التقنيات التركية كرادار دار بالوصول إلى ناجين محتملين تحت الركام؟ يعني لا شك أن الكارثة كبيرة، لا شك أن ما وقع في تركيا والشمال السوري يعتبر كارثة طبيعية من الحجم الكبير. هذه تحتاج إلى تكاتف جهود، تحتاج إلى تكاتف من جميع دول العالم. لا شك أن تركيا أخذت دروس كثيرة جدا من الزلازل التي تعرضت لها، وخاصة زلزال عام 1999 الذي حدث في مرمرة. زلزال مرمرة أعطى دروس كثيرة جدا، فخلال بعد هذا الزلزال طورت تركيا نظام للبناء، طورت تركيا نظام للإنقاذ، طورت تركيا نظام آفات. كل هذه المؤسسات وكل هذه الأنظمة والقوانين أقرتها بعد الزلزال الذي حصل في عام 1999 في مرمرة. هذا الزلزال لا شك أن جاءت بعده عدة زلازل في يوان وفي دجة وبعض المناطق الأخرى، لكن تركيا استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة، استطاعت فرق الإنقاذ أن تقوم بواجبها، استطاعت حقيقة القوانين التي سنتها تركيا في قضية البناء أن تجنب كثير من الأرواح، وخاصة أن هذا الزلزال جاء بعد 20 سنة من إقرار هذه القوانين التي ساهمت بشكل كبير من تقليل من الخسائر التي نشاهدها اليوم. ولكن هذا الزلزال الذي تعرضت له تركيا الآن هو زلزال لا يحدث من 100 سنة إلى الآن، لم يحدث إلا في هذه المنطقة. هذا ليس زلزال واحد وإنما زلزالان متتاليان. الزلزال الأول 7.7 وبعد 9 ساعات 7.6، وجاءت بعدها هزات ارتدادية أكثر من 1600 هزة ارتدادية. هذا الزلزال نادر، هذا الزلزال لم يحدث في العالم. لذلك أنا أقول أن التكاتف الدولي والإسعافات الدولية يعني تحتاج إلى دعم كبير وتحتاج إلى جهود كبيرة، لكن مع الأسف يعني هل ما حدث جاء بوقته
لأن كنا نتسابق مع الزمن، كانت الساعات الأولى هي التي تحدد كم عدد الأرواح التي ممكن إنقاذها تحت الأنقاض. ولكن مع مرور الوقت ومع مرور الزمن ومع الأسف نحن اليوم في اليوم الخامس تضاءلت، صحيح هناك حالات نادرة الآن خرجت بعد 120 ساعة بعد 125 ساعة، لكن هي حالات نادرة جدا، ولكن كان هناك تسابق مع الزمن بإنقاذ الأرواح وإنقاذ الناس من تحت الأنقاض. الآن انتقلنا إلى المرحلة الجديدة، المرحلة الجديدة الآن هي انتشال الجثث مع الأسف حتى لا يبقى. اليوم تعهد رئيس الجمهورية أن لا يبقي أحد تحت الأنقاض. الآن هذه المرحلة ومرحلة الإيواء، وهذه أيضا مرحلة حساسة وتحتاج إلى جهود كبيرة جدا وإمكانات كبيرة للغاية، بحيث أنه مؤسسات الدولة ومؤسسات عمل مدني التركية لا تكفي، يجب أن يكون هناك تكاتف دولي، لأن ما حصل في 10 ولايات على 500 كيلومتر، 10 ولايات على سكان يتجاوز 11 مليون نسمة، فالكارثة كبيرة وتحتاج إلى حملة دولية وتعاون في إيواء الآن الذين بقوا خارج منازلهم. هذه الناحية، الناحية الأخرى أن الجو بارد، أن هذا الجو البارد والمسرد يحتاج حقيقة إلى تكاتف دولي، ليس فقط في تركيا، وإنما تأخر المنظمات الدولية بالدخول إلى الشمال السوري أيضا ساهم بشكل كبير مع الأسف بزيادة عدد الضحايا التي حصلت من هذا الزلزال. لذلك الآن نحن الآن في مرحلتين، الآن مرحلة انتشال الجثث من تحت الأنقاض ورفع الأنقاض، والمرحلة الثانية هي الإيواء، وهذه أنا أعتقد أنها أيضا مرحلة مهمة جدا. الآن بدأت تركيا في قضية الإيواء وفي نقل المصابين وفي نقل الذين فقدوا منازلهم إلى خارج مناطق الزلزال، خارج ال10 ولايات، إلى مدينة اسطنبول، إلى مدينة مرسين، إلى المدن الأخرى، وهذا الآن ما تقوم به تركيا وفرق الإنقاذ والمؤسسات التركية. ولكن حقيقة ما أخذنا درس وعبرة من هذا الزلزال هو التكاتف الوطني والتكاتف الشعبي وتكاتف مؤسسات الدولة وهبة المواطن التركي في كل المحافظات التركية. كل المحافظات التركية هب المواطنين لمساعدة، إما في التطوع كأطباء وكعاملين في التطوع والذهاب إلى مناطق الكارثة، وإما بشراء الحاجات الأساسية التي تحتاجها ونقلها إلى المناطق التي تعرضت للزلزال. طيب. هذا درس كبير جدا. نعم. أن حقيقة التكاتف الوطني والتكاتف الشعبي يجب أن يسبق ويكون سباق، ولو جلسنا وانتظرنا فقط الفرق الدولية لكانت الكارثة أكبر من هيك، ولكان حجم المأساة كان أكثر. طيب. من ذلك. سأعود إليك أستاذ غزوان لأخذ رأيكم في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن دعني أنتقل إلى أستاذ أحمد يازجي. أستاذ أحمد، ما الواجب اليوم في هذه البقعة الجغرافية؟ نحن نتحدث هنا عن شمال سوريا التي ضربها الزلزال، طبعا مع البدء بإزالة الأنقاض، وأيضا هناك قرار بهدم المنازل المتضررة في بعض المناطق. ما الواجب في هذه الأثناء؟ الواجب كنا ننتظر من الأمم المتحدة الإسراع في دخول المساعدات التي تساعد فرق البحث والإنقاذ على انتشال الناجين، ولكن إلى حد هذه اللحظة مساعدات الأمم المتحدة التي دخلت يوم أمس هي عبارة عن مساعدات هي مجدولة، كان هناك تأخير في دخولها والآن دخلت، وهي ليست مساعدات متعلقة وعاجلة للأحداث التي حصلت وهي الزلزال. الواجب الآن على جميع المنظمات الدولية بالإضافة حتى للمنظمات الأمم المتحدة بالإسراع في عملية إبطال المساعدات. إلى حتى هذه اللحظة بيان الأمم المتحدة قال سوف ندرس إمكانية دخول المساعدات، أي أنه ليس في القريب العاجل دخول مساعدات متعلقة بهؤلاء الناجين من هذا الزلزال. دخلت بعض المساعدات من المملكة العربية السعودية، من قطر، من العراق. هذه المساعدات هي عبارة عن تجمعات من تبرعات شعبية بالإضافة إلى الحكومات. نتأمل أن المساعدات المتعلقة بالأمم المتحدة والعاجل والطارئة والخاصة بالمتضررين من هذا الزلزال دخولها في أقصى وقت، وخصوصا أن يكون هناك مراكز إيواء، مراكز إيواء أو مخيمات إيواء
لا يوجد إلى حد هذه اللحظة مخيمات إيواء ولا مراكز إيواء. 40,000 عائلة مشردة الآن في شمال غرب سوريا لا تجد مراكز إيواء، يتواجدون الآن في المطاعم، بعض المطاعم أغلقت وأصبحت هي مراكز إيواء. حتى أيضا حتى القيم التي كنا نأمل أن تزول هذه القيم أصبحت الآن تجمع بين 3 و4 عائلات في الخيمة الواحدة. فهنالك كارثة طبيعية كانت، وهنالك كارثة إنسانية تحصل الآن في شمال غرب سوريا في ظل تفشي الأمراض ومنها الكوليرا الذي كان قبل حدوث الزلزال متفشي ويوجد عدة إصابات. مع ذلك كان قبل حدوث الزلزال قلة دعم من الدول المانحة للقطاع الطبي، مما أدى إلى إغلاق بعض المشافي وايضا حرمان المشافي من الادويه، هذا قبل حدوث الزلزال، فما بالك بعد حدوث الزلزال وتعدد هذه الاصابات. فايضا هنالك ايضا كارثه صحيه في شمال غرب سوريا. استاذ غزوان، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن ان عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبه وايضا في محيط هذه المناطق قد يصل الى 20 مليون مواطن. ما مدى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه الكارثة؟ يعني كما ذكر ضيفك من سوريا، يعني حقيقة الآن وضع في سوريا وضع مأساوي في شمال غرب سوريا، يعني يحتاج إلى تكاتف دولي ويحتاج إلى دعم دولي ويحتاج حقيقة إلى تجاوز القرارات السياسية والنظر إلى القضية الإنسانية وإدخال المساعدات، لأنه الآن الشعب ذاتا من 10 سنوات الى الان يخطف برميل متفجره ويخطف بالطائرات، واليوم الان مع الاسف زاد عليه هذا الزلزال والتشرد، لذلك نحن بحاجه لدعم كبير. لكن اما في تركيا فالرئيس صرح حقيقه الان اعداد وفيات يتزايد مع مرور الساعات، وايضا صرح تصريح جدا مهم ان الزلزال الذي حصل في عام 1969 الذي ذكرته انا قبل قليل، هذا الزلزال هو 3 أضعاف قوة الزلزال، هذا 3 أضعاف زلزال عام 1999. هذا يدل أن الكارثة حقيقة كبيرة جدا، وأن هناك يعني يجب أن يكون هناك تكاتف، ويجب أن يكون هناك يعني مساحة كبيرة لإعادة البناء ولإيواء الناس. وأيضا هناك كثير من الناس الآن بحاجة إلى الشفاء، بحاجة إلى المعالجة، نقلوا الآن إلى مشافي خارج المنطقة في أنقرة وفي إسطنبول وفي بعض المدن الأخرى. المشافي ليس عندنا إشكالية، لأن الحملة التي قامت بها تركيا خلال 20 سنة الماضية بإقامة مدن صحية فادتنا في كارثة كورونا وأيضا الآن في قضية الزلزال. لكن الآن العدد الهائل والدمار الكبير يحتاج إلى تكاتف، لا يمكن أن تقوم تركيا لوحدها ولا يمكن لأي دولة في العالم حصل فيها هذا الزلزال أن تقوم بإمكاناتها فقط الفردية بتلافي أثر هذا الزلزال، وخاصة احتواء الناس الذين شردوا والذين هدمت منازلهم. إعادة البناء نعم تحتاج إلى أقل شيء سنة. الشركات التركية، نعم شركات تركية المقاولات يعتبر ثاني أكبر مقاول في العالم بعد الشركات الصينية، لكن أيضا تحتاج إلى إعادة تخطيط وإعادة بناء وتحتاج إلى تكاتف، ولا يمكن أن تترك تركيا بهذا الشكل. يعني أنا دائما أقول لو كان هذا الزلزال في مكان آخر بالعالم، في مدينة بدولة أوروبية أو دولة أخرى، لكان وجدنا أن العالم تكاتف العالم أكثر بكثير مما وجدناه الآن. نعم هناك الآن يعني من الدول الصديقة ومن الدول القريبة والبعيدة، نعم أرسلوا فرق إنقاذ وأرسلوا، لكن الكارثة ليست هي خلال أسبوع وليست هي خلال شهر ممكن تلافيها، وإنما نحتاج إلى أكثر من سنة حتى نستطيع أن نضمد جروح من تضرر من هذا الزلزال. نضيف عليها الشمال السوري الذي هو بحاجة إلى مساعدات وبحاجة إلى دعم كبير جدا. فلذلك الآن نحن نهيب بكل مؤسسات العمل المدني في العالم، نعم الحكومات لها سياساتها ولها خططها، ولا يمكن نحن يعني أن نفرض شيء على الأمم المتحدة. نتمنى لو وقفوا بموقف إنساني مع هذا الزلزال، ولكن مؤسسات العمل المدني المحلية والعالمية والعربية هي أقل أكثر حركة وأكثر ليمنة لتقف مع الشعب التركي والشعب السوري. يعني ممكن الآن أن نقاطع كما في بعض الدول، كما سأذكر الكويت مثلا قامت بحملة
وايضا المملكه العربيه السعوديه، ممكن كل الدول العربيه ان يقوموا بحملات شعبيه لاعاده تاهيل ولاعاده اسكان ولايواء الناس الان المتضررين من هذا الزلزال. يعني خاصه وهذا للتاريخ، خاصه ان تركيا لم تتاخر يوما عن باقي الدول العربيه والاسلاميه في ان تدفع بها في مساله الازمات التي مرت بها هذه المناطق. دعني انتقل الى الاستاذ احمد يازجي. استاذ احمد، ذكرتم احتياج المتضررين من هذه الكارثه، ولكن انتم كدفاع مدني المعني الاول بمواجهه هذه الكارثه، ماذا تطلبون؟ طلبناها منذ اللحظات الاولى، هي المعدات الحديثه او المتطوره التي تعمل بالاسراع باخراج اشخاص على قيد الحياه، بالإضافة إلى الآليات الثقيلة التي تساعد أيضا في عمليات البحث وإخراج العالقين تحت الأنقاض. تعمل هذه المعدات والآليات في الإسراع مع موجود كوادر بشرية كبيرة ومتدربة من قبل الدفاع المدني، وخصوصا في الفترات السابقة الذي كون هذا فريق الدفاع المدني خبرات كبيرة من خلال القصف الذي كان يحصل على مدن شمال غرب سوريا والتهدم الكبير الذي كان يحصل، فكان هناك خبرات كبيرة من قبل فرق الدفاع المدني. لا ينقصنا كان سوى المعدات الحديثة والمتطورة في عمليات البحث والإنقاذ والآليات التي تساعد، وهو ما أعلناه منذ الدقائق الأولى. ولكن كان طلبنا الأول هو عندما ناشدنا، كان المناشدة الأولى كانت هي المجتمع المدني، لكي نتكاتف ونتعاضد سوية ونسرع ونسابق الزمن سوية. كنا نأمل أن تأتي هذه المساعدات في الوقت المناسب وبالسرعة القصوى. يوجد الآن بعض المساعدات المتعلقة بالبحث والإنقاذ، تأتي بعض المساعدات متواترة إلى مؤسسة الدفاع المدني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بريطانيا، إلى قطر، إلى شركاء الدفاع المدني، لكن هذه المساعدات تأتي متواترة. الآن نعمل على بعمليات البحث والانتشال. وأيضا يوجد هناك فريق هندسي متخصص يعمل على تقييم الأبنية في جميع شمال غرب سوريا وتوجيه إشارات تحذيرية إلى الأبنية القائلة للسقوط. هذا العمل أيضا يتطلب وقت، بالإضافة إلى الشق الإغاثي. الآن هي الحاجة الكبرى كما أسلف، نتمنى وصول مساعدات عاجلة إلى أهلنا المدنيين الآن وفي ظل درجات حرارة دون الصفر الآن. كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل المختص بشأن التركي غزوان المصري، وأيضا كان معنا عبر سكايب من حارم في شمال سوريا عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري أحمد يازجي. شكرا جزيلا لكما.